يمكن مع الأزمة الأوكرانية الروسية في بعض التصرفات كده اللي بيلجأ ليها عدد من المواطنين، وهي تصرفات غير مسؤولة. وليه بقول غير مسؤولة؟ لأن هي بتؤدي إلى ضرر وإحنا ما نعرفش هذا الضرر. يمكن في الآونة الأخيرة كان في ارتفاع، وحتى إن كان ارتفاع طفيف إلى حد ما في أسعار يعني بيض المائدة، لكن ده خلى المواطنين احيانا اللي هم يتسارعوا، لا ده هيزيد تاني، فيروحوا الاسواق علشان خاطر نخزن يعني كراتين البيض بقى او البيض الخاص بالموائد. في خطوره وفي خطر كبير جدا موجود نتيجه تخزين هذا او هذه السلعه داخل المنازل. ده اللي دفع وزاره الزراعة إن هي تصدر تحذير للمواطنين بمنع تخزين بيض الموائد لتجنب الإصابة بالبكتيريا والسموم. طيب إيه الحكاية وإيه التفاصيل؟ هو ده اللي هنعرفه من الدكتور مجدي حسن، رئيس قسم تربية الدواجن بمركز البحوث الزراعية، اللي معانا عبر الهاتف. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. يعني حضرتكم أصدرتوا تحذير للمواطنين اللي يعني بيتكلبوا أو بيتسارعوا لتخزين منتج البيض الخاص بالموائد أو المائدة تحديدا. عاوزين نعرف أضرار تخزين هذه السلعة. تمام يا فندم. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، صدق الله العظيم. في البداية طبعا الدواجن بتربى بهدفين. الهدف الأساسي في تربية الدواجن هو إنتاج البيض، سواء إنتاج بيض المائدة أو إنتاج البيض المخصب. بالنسبة للبيض المائدة اللي يهمنا في الوقت الحالي نتيجة ارتفاع أسعار البيض الخاص بالأكل أو بيض المائدة، فالموضوع ده مهم جدا، لأن طبعا في بعض الفترات بيلجأ المربيين أو بيلجأ الناس المنتجين للبيض عشان برضو يرفع أسعار البيض لفترة طويلة إلى تخزين بيض المائدة لفترة طويلة. برضو ده بالنسبة للمربي. بالنسبة برضو للمستهلك، برضو بيلجأ بعض المستهلكين إلى إن هم يشتروا كمية كبيرة من البيض ويخزنوها في البيت أو يخزنوها في أماكن معينة. لابد من مراعاة إن أنا لما أجي أشتري البيض أراعي حاجة مهمة جدا، وهي إن أنا أراعي جودة البيض اللي أنا بشتريه، وان يكون البيض صابح، يكون البيض معد للاستهلاك الادمي، يكون البيض معد للاستهلاك بالنسبه للاكل. طبعا بسال اي مكان او اي مصدر بشتري منه البيض مده تخزين البيض ده سبقت السابقه قبل ما استهلكه للاستهلاك الادمي كانت قد ايه، لان كل العوامل دي مهمه جدا. اي فندم، بس نعرف ده ازاي؟ يعني نعرف ازاي المستهلك للبيض ياخد البيض ويخزنه؟ دكتور مجدي، يعني نعم. لو الموضوع متوقف فقط على ان انا اسال البائع مده تخزينه بقالها قد ايه، يعني اعتقد ان احنا محتاجين علامات اخرى. هل في علامه ثانيه ممكن نبقى عارفين منها البيض صالح ولا لا، زي ما حضرتك قلت الاستخدام الادمي؟ يعني هل في علامات عشان نقدر نعرف صحه البيض ده؟ هو طبعا في اختبار بسيط جدا، باجي اجيب البيض عينه من البيض اللي انا بشتريه او بجيبه دوت، واروح حاططها على بحطها في طبق مثلا او وعاء او المكان نقول الاناء اللي انا مثلا بسلق فيه البيض او الكلام ده كله، بروح حاططها بحط بيضه او بيضتين في الميه. لو البيض حصل ان هو لقيته يطفو على سطح الماء، فده بيبقى فيه مشكله بالنسبه للمكونات الداخليه في البيض، وممكن يكون البيض ده تم تخزينه لفتره طويله. لو البيض لقيته رسب في تحت سطح الماء، فبالتالي ده البيض يكون صابح، لان البيض الصابح بيكون كثافته النوعيه بتكون قليله، فبالتالي بنجده ان هو بيطفو تحت سطح الماء. انما لما بيحصل تغيرات في المكونات الداخليه للبيض ده بيأثر على الكثافه النوعيه للمكونات الداخليه للبيضه، فبالتالي بلاقي البيض بيطفو فوق سطح الماء. ده اختبار بسيط. دكتور مجدي، ده الاختبار الوحيد بيحاول يشوف بالنسبه لجوده البيض، ده الاختبار الوحيد؟ يعني برضه يعني لا يعقل ان انا هدخل للسوبر ماركت او للتاجر اللي بيبيع واقول له طبعا ميه علشان اعمل طبعا بلاحظ ان البيض المتخزن، فبلاقي القشره من بره بلاقيها بتلمع، بلاقي ان البيضه بيكون شكلها جيد، غير عليها بعض ما عليهاش بعض الفطريات مثلا، ما عليهاش بعض المكونات السيئه، لان نتيجه التغسيل لفتره طويله ممكن يظهر بعض الفطريات الخارجيه. طب على سطح القشره بيظهر برضو بعض الاشياء اللي ممكن تاثر على جوده القشره من الخارج، او الشكل الظاهري بتاع البيضه تلاقيه ممكن بيكون مختلف عن الشكل الطبيعي بتاع البيضه اللي لسه
وضع يعني موضوع من فتره قريبه. نعم دكتور مجدي، لما باجي اشتري البيض من يعني المحلات الكبيره تحديدا بلاقي فيه تاريخ، التاريخ ده بيبقى تاريخ الانتاج الخاص بالبيض، بس ما فيش تاريخ انتهاء، فانا اقدر اعرف من تاريخ الانتاج ده اللي انا كام يوم احافظ عليهم لشراء هذه الكرتونه مثلا، او يعني عدد من البيض اللي موجود فيها. هو يفضل طبعا زي ما حضرتك بتقول ان يكون البيض في بعض الشركات المنتجه للبيض بلاقيها بتغلف البيض وبتكتب عليه تاريخ الانتاج. صحيح. وده بيبقى كميه قليله جدا. لكن الوضع الطبيعي ان انا اما اجي اخد بيض او الكلام ده بسيبه لو عايز استهلكه ما بتطولش المده عن حوالي شهر. نعم. بعد الشهر المفروض البيض ما استعملهوش، لان بيتكون بعض المواد اللي ممكن تاثر بالسميه فيما بعد، ممكن تعمل اسهالات، ممكن تعمل بعض التعميه او بعض المغص لبعض الناس اللي بيتناولوا البيض المخزن لفتره طويله. نعم. لكن براعي ان الفتره بتاعت التخزين المسموح بيها للبيض تحت ظروف جويه كويسه، يعني تكون درجه حراره مثلا من 10 ل 15 درجه مئويه اللي هي درجه حراره تخزين البيض، لا هي منخفضه ولا هي مرتفعه اكثر من ده مهم جدا واحنا داخلين على فصل الصيف تحديدا. يعني الايه؟ درجة الحرارة الخاصة بالتخزين دي حاجة مهمة واحنا داخلين على فصل الصيف. طبعا مهمة جدا، وخاصة ان احنا داخلين على فصل الصيف. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور مجدي حسن رئيس قسم تربية الدواجن بمركز البحوث الزراعية، بنشكرك على كل هذه المعلومات والإيضاحات.